المشاعر المترجمة بالكلمات والثقافة والأدب وأيضا الرومانسية مع شاعرنا عبد الله غزاي الحربي. مساء الخير وحياك الله. مساء النور، يا مرحبا، الله يحييكم جميعا. نورنا طبعا، كل التحيه لك على وجودك معنا وعلى وجودك في مجال الشعر، اللي دائما برنامج رايكم شباب ما نستغنى عن وجود ضيوف في هذا المجال. كونك شاعر والوالد شاعر الله يحفظه، هل فعلا نقدر نقول ان هذه عمليه وراثه للهوايه نفسها، ولا هو انت عندك حب وخلينا نقول يعني عشق لهذا المجال؟ لا طبعا وراثه، الشعر بالنسبه لي وراثه، لكن بالنسبة للكثير من الشباب يعني وكثير من الشعراء يحبوه، يعني الشعر يترجم المشاعر يعني كمعروف يعني عند الناس. حلو. نعم، لما نقول ان المشاعر يترجمها الشاعر من خلال شعره وكلماته، دائما ما يروح الواحد فكره ان هذه ما تكون كلمات او مشاعر رومانسيه، فهل فعلا الشعر في الغالب عليه دائما يكون عاطفي ورومانسي؟ اي طبعا، الشعر يعني كبدايه الشباب اولا بالشعر، اول ما يتجه له يتجه للشعر العاطفي. نعم. الشعر الغزل كبدايه يعني الاغلب، لكن في من ناحيه من الناس اللي يكتب على موقف، يكتب قصيده بموقف يعني ما يكتب شيء ثاني. ممتاز، اليوم يمكن عبد الله راح نصير طماعين شويه منك، نبي نسمع اكثر ما نسولف معك، بس خلينا نسمع منك قصيده. ابشر. وبعدها وياك يا الدرة الثمين لا توردني على حوض الهلاك، أشتكي والقلب أذرن سمين، الله اللي من حسن يوسف عطاك، أنت مالك ذنب يا الوجه الحسين، وأنا مالي ذنب لا تهتب هواك، طحت لي في مشكلة والله يعين، وحلها يا مشغل قلبي معاك، ابتسامة تنعش القلب الحزين، وتثبت أني فزت في بادي غلاك، انت وصفك ما يبي صدق ويقين، ما لقيت من البشر يشبه حلاك، الشعر شلال فوق المنكبين، والخصر والردف يوحي للهلاك، الكرز والورد مع فنجال صين، رتبوا هذا على موقع هذاك، الكرز والورد مع فنجال صين، رتبوا هذا على موقع هذاك، لو يشوفك راعي العقل الرزين، عاف دربه وانحرف يمشي وراك، ضايع ما بين نظراتك وبين شوف براق تحكم به شفاك، في حضورك يتضح زين وشين، ما تشوف العين مخلوق سواك، لو لمست بكفك القاسي يلين، كيف لو ضميتني داخل حشاك، لو بقيت سنين في حضنك سجين، ما طلبت العفو يا شبه الملاك. صح لسانك، صح لسانك عبد الله. يمكن عبد الله اذا بنتكلم اكثر عن الساحه الشعريه الشبابيه، شلون تشوفها في الكويت، وهل احنا نفتقر لشعراء شباب في الكويت او لا؟ لا طبعا، افتقار للشعراء ما فيه. الشباب يعني الشباب الشباب احنا قاموا يقولون الكويت بلد المليون شاعر، خلاص اصبح العموم شعراء الحين. نعم. شلون تشوف اشعارهم وقصائدهم؟ لا لا، في منهم، في دون المستوى ولا في مستوى المطلوب منهم؟ في منهم شعراء يعني ما ودك الا تسمعين لهم اكثر من الشعراء الكبار يعني، ولا قصور فيهم، وفي بعضهم لا والله ما ودك حتى تفتح حسابه. حلو، ممتاز. دائما ما اشوف الشعر يمثل الاحاسيس والرومانسيه والحب بشكل عام، هل ممكن نشوف بالفتره الاخيره ان الشعر يكون فقط للقضايا الاجتماعيه اللي قاعد نشوفها بالفتره الاخيره منتشره سواء عندنا بالكويت او على الوطن العربي؟ لا، يعالج الشعر طبعا، يعالج كثير من الامور وكثير من القضايا الاجتماعيه يعني، اكثر ما يصير يعني للمشاهير مثلا او للسياسه، او اكثر ما اللي يصير له مشكله تلقاه يقول قصيده يا حقته يا حقه شاعر قديم. يعني لازم يطري الشعر يعالج فيه يعني ترجم شعوره للقضيه نفسها. نعم، هل عبد الله انت تكتب في القصائد الخاصه في القضايا الاجتماعيه، ولا انت تفضل دائما تكون قصائدك عاطفيه؟ والله يعني على حسب، في بعض المواقف تجبرك انك تكتب بالمواقف هذه او بالقضايا، لكن طبعا اكيد كل شاعر يعني كتب بكثير امور يعني، الناس كتبوا عن الشمس. صحيح. ايه، سمعنا شيء كاتبه انت في القضايا الاجتماعيه؟ يلا تفضل، شو راح تسمعنا؟ يقول: ما نرجي المقفي ولا نتبع جهال، لن نلحكي معهم نقاشنا سرمدي، احدنا سواليفه بتشجيع الهلال، هم مباراته متى بس تبتدي، وحدنا ليا سولف سواليفه جزال، تدعي العمره يا عسى عمرك مدي، للتعز وابردي يا ابن الحلال، ما ورا وجه الردي
أي سندي يطري علي بيت يوصف ألف حال بيت يبدل حزن عمري لسعدي لولا الظروف اللي شكت منها الرجال ما دنق الطيب علشان الرد لولا الظروف اللي شكت منها الرجال ما دنق الطيب علشان الردي صار الردي في هالزمن مضرب مثال واللي تبعها رجردي بعمري غدي تدري وش اللي يشغلك أربع ليال لا من تردى في حياتك أجودي من يدعي أنه على حد الكمال هو الردي هو الردي هو الردي صح لسانك والله يعطيك العافيه على هذه الكلمات الجميله اللي ممكن نفتقدها بشكل عام من بعض الشعراء الموجودين في الساحه الشعريه، هل تشوف ان الشعر العامي اكثر منتشر من الشعر خلينا نقول يعني الفصحى؟ اي بشكل خيالي يعني الشعر العامي خصوصا بالكويت يعني قليل من الشعراء يمكن اثنين او ثلاثه اللي تطرقوا للفصحى يعني المشاهير نعم. أما أغلب الشباب يبدأ بالعامي طبعا نعم بس تتوقع أن القصائد اللي تكون باللهجة العامية ممكن أن هي تكون مقتصرة بس على مستوى الخليج هل ممكن الشاعر من خلالها يقدر أنه يطور للوطن العربي ولا لا يعني قاعد نشوف إحنا شعراء مثلا إذا كتبوا في الفصحى قادرين أنهم يصلون للوطن العربي خصوصا اللغة العربية متداولة ما بينهم فشلون تشوف نجاحه هل ممكن هو يأثر فيه ولا لا 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 صحيح طبعا الشعر من طلع الدنيا هو فصحى صحيح أي من بدأ الشعر هو فصحى وبعدها عاد تطور الشعر العامي من العامي صار شعر الحداثة فاللي يعرف يكتب بالفصحى طبعا العامي ماي بالنسبة له حلو ممتاز يمكن انت تعرف عندنا بالكويت وايد ناس يحبون عندهم جمهور الشعراء ومتذوقين في الشعر شنو اكثر قصيده لك انتشرت حبوها الناس وقريبه لقلبك في قصيده بالفتره الاخيره شو كانت تتكلم عنها عاطفيه ولا لا كانت تتكلم عن الفراق نعم الشباب الحين اكثر ما يحبون الفراق طيب ايش رايك تسمعنا شيء الحين ابشر وخذ راحتك اختار راح تسمعنا عن الفراق ولا راح تسمعنا حب ولا قضيه اجتماعيه؟ والله خلينا نبدا بالفراق هذه اللي توها هذه اخر يعني قصيده لك الفتها تفضل يقول ما كان في بالي نهايات وفراق ما كان في بالي نهايات وفراق حتى لمحت الدمع بالجفن غارق محتاج لك في لحظة كلها عناق وحس يسرقني من الوقت سارق المشكلة نصبر على جمر الأشواق لكن لهيب البعد للقلب حارق المسألة أكبر من الحبر بوراق المسألة فراق على الباب طارق حتى النصيب إن جاك وإن راح أرزاق ويشين وصل إن جاك بعد أن فارق صدر الشمال يضيق في لحظة فراق وشلون صدرك الجنوبي يفارق دفتر غرامك ما بقى وسطها اوراق وجف القلم والحين تقدر تفارق صح لسانك يعطيك العافيه على هذا الاداء الجميل وفعلا يعني ما يسرار نفتقد الشعراء يكون عندنا الفتره الاخيره مثل هذه القصائد صحيح العلم يعني الساحه الشعريه في الكويت الامانه فيها شعراء متميزين وقاعدين يقدمون مستوى جدا رائع من خلال الشعر والقصائد والواحد يفخر لوجود شاب عنده هذه المشاعر وهذه العاطفه قادر انه هو يترجمها من خلال الكلمات يعطيك العافيه على وجودك اليوم معنا الشاعر عبد الله غزاي الحربي شكرا على وجودك اليوم معنا العفو وكل الشكر لكم واخص الشكر المذيع والمتالق الاستاذ خالد شاهر نعم اللي قدر يوصلني لكم طبعا نعم يعطيه العافيه وشكر على وجودك اليوم معنا وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا من خلال هذه الفقرات ومواضيعنا لليوم نلقاكم على خير ان شاء الله في نفس الموعد مع السلامه مع السلامه